وللحديث أكثر عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق بشكل كبير وأسباب ذلك والجهود الحكومية أيضا في التعاطي مع هذه الظاهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك معنا دكتور عرفان. مساء الخير، يا أهلا وسهلا بك أخي العزيز والمشاهدين الكرام. مساء الأنوار، أهلا بك دكتور عرفان. أكثر من 8000 إصابة اليوم في العراق في تصاعد غير مفهوم حقيقة للإصابات بفيروس كورونا، ما سبب هذا التطور السريع في تفشي الفيروس دكتور؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. قبل أن أبدأ بموضوع ما هي الأسباب، يجب أن نعلم شيء واحد، وهو أن مستوى التطور الصحي في أي بلد بلا عاملين أساسيين: الأول الحكومة وما توفره من موارد وإرشادات وتثقيف وضوابط لمواطنيها، والعامل الثاني هو الفرد، وعي الفرد، وعي الإنسان داخل المجتمع في تلك الدولة. هذا العامل الثاني يعتمد تماما على العامل الأول، وبالتالي نرى أن أسباب زيادة الإصابات لها أسباب كثيرة. الأول عدد السكان مقارنة بمستوى التلقيح، عدد كبير جدا ومستوى التلقيح جدا جدا بطيء وقليل، حيث عزف الكثير من المواطنين عن التلقيح، بالإضافة إلى فساد أخلاقي ومهني من قبل البعض من موظفي وزارة الصحة في التعاطي مع هذا المرض ومع خطورته. ادفع 75,000 دينار عراقي للبعض ينطيك شهادة تلقيح بدون تلقيحك وهذه حصلت. العامل الثاني عدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية وإجراء إجراءات السلامة والصحة العامة كما يجب، فضلا عن عامل السياحة الدينية اللي موجود بسبب كثرة العتبات المقدسة بالعراق وزيادة زائريها بدون أي تحفظات صحية، هذا أدى إلى زيادة عدد الإصابة. عزوف المصابين عن مراجعة المستشفيات لعدم الثقة بها وبالخدمات المقدمة بها، مما يؤدي إلى تفشي الإصابات داخل البيوت. المصابين مسوين حجر، أهلهم ما مسوين حجر، أهلهم قاعد يطلعون برا خارج البيت، وبالتالي راح ينقل الإصابة إلى ناس آخرين، هذا أدى إلى حصول عدد المضاعفات وبالتالي حصلت عدد الوفيات. وأيضا يجب أن نعلم شيء واحد، أنه عدد الإصابات المعلن هو ليس عددا صحيحا حسب ما عرفت مؤخرا. نعم، يعني الموجة الثالثة يتم التحذير منها حقيقة، على ماذا تعتمد الحكومة؟ هل تعتمد على يعني توفير اللقاح، أم على وعي المواطنين، أم على معجزة، على ماذا تعتمد؟ أولا جهود الحكومة ما تتناسب تماما مع هذه الزيادة في عدد الإصابات، ما توجد تدابير صحية صارمة للحد من انتشار الإصابات، عدم وجود إمكانيات في المستشفيات لمواجهة حالات الإصابة ومضاعفاتها، هذا بالإضافة إلى عدم توفير الكادر الكافي بمستلزمات الحماية لهم من مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية مرورا إلى المستشفيات. وشفنا كثير من زملائنا الأطباء وعاملي العاملين في قطاع الصحة استشهدوا في بسبب هذا المرض. فالجهود الحكومة غير ملائمة، طبعا هذا معلوم بسبب تفشي حالة الفساد في الحكومة والتحرك المستوى العام في حكومات ما بعد الاحتلال أدى إلى تفشي هذا الوباء، وبالتالي نرى أن العراق اليوم بلد المليون مصاب، وهذا حقيقة مخجل جدا، مع العلم بأن عدد اللقاحات التي تم إعطائها الآن لحد الآن لم تتجاوز 1,000,000 لقاح، أي بما معنى أنه كل فردين لكل 100 أعطوا اللقاح، وهذا مخجل حقيقة. أيضا يعني كيف ترى جهود الحكومة في توفير اللقاح للمواطن العراقي كخط دفاع ضد الفيروس؟ وهل حقيقة يمكن التعويل على المساعدات الأممية في موضوع اللقاحات؟ هو الحقيقة هذا موضوع يعني مثير للشفقة، مضحك ومبكي في آن واحد، يعني عندما يكون هنالك بلد كالعراق يعتمد على مساعدات تجي من دول العالم أو من منظمة الصحة العالمية
لإعطاء اللقاح لأفراده، مع العلم هاي الإمكانات العظيمة اللي موجودة بالعراق، هذا حقيقة محزن ومبكي في نفس الوقت. جهود الحكومة جهود ضئيلة، الحكومة يعني الآن ملتهية بأمور أخرى تعتبرها أهم من المجتمع وأهم من الفرد العراقي. أصبحت الإصابات كثيرة بسبب المواطن العراقي فقد الثقة بحكومته، وفقد الثقة بما يوفر إلى من إمكانيات داخل البلد بسبب عدم التفات الحكومة للمواطن العراقي. نعم، إذا أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.